السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. اذا اعزائي الكرام، انتهت المباراه الخيريه والوديه التي جمعت بين نادي مانشستر سيتي ونادي برشلونه في الملعب سبوتيفاي كامب نو اعزائي الكرام هنالك باسبانيا، وانتهت هذه المباراه الخيريه والوديه والتحضيريه لقادم الجولات الخاصه بالفريقين بثلاثيه مقابل ثلاثه اهداف، تعادل ايجابي، وحسم رياض محرز اعزائي الكرام التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. راح نتكلموا أعزائي الكرام عن هذه المباراة، راح نحاولوا نحللوا هذه المباراة، وأيضا نشارك معكم ما حدث في هذه المباراة وما قدم نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا انستغرام الظاهر أمامكم أعزائي الكرام. وكبداية دعوني أشارك معكم التشكيلتين الذي دخل بها كل من تشافي هرنانديز وكذلك المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا. طبعا بيب غوارديولا فضل في هذه المباراة الدخول ب يعني وإشراك حارس المرمى الجديد لفريق نادي مانشستر سيتي من أجل تجربته في هذه المباراة الودية، ولكن بالرغم من أنه كانت ودية إلا أنه كان فيها طابع يعني كأنها مباراة رسمية. فبيب غوارديولا فضل هذه المجموعة: أورتيغا مورينو، كذلك لويس، والكر، دياز، غوميز، فيليبس، برناردو سيلفا، كول بالمر، رياض محرز، ألفاريز، وكذلك في الفوضن. بالنسبة لتشكيلة نادي برشلونة زي كرام، فيها أناكي بينا، كذلك بيكي، سيرجيو، وكذلك فيران توريس، أوباميانغ، جوردي ألبا، كيسي، فرانكيسي زي كرام، وأيضا روبرتو، وكذلك زي كرام ديونغ، ورافينا، وأيضا كوندي. النتيجة انتهت أعزائي الكرام بثلاثية مقابل ثلاثة أهداف. نادي برشلونة كان متفوق بشكل كبير جدا على نادي مانشستر سيتي في أطوار هذه المباراة، ولكن نادي مانشستر سيتي حسم التعادل بهدف سجله رياض محرز عن ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. فجوليان ألفاريز أعزائي الكرام افتتح بوابة التسجيل لصالح نادي مانشستر سيتي، ولكي يأتيه الرد من أوباميانغ في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وكذلك من بعدها ديونغ زاد الهدف الثاني لكي تصبح النتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. وأيضا أعزائي الكرام التعادل جاء من كول بالمر من صناعة رياض محرز، وكذلك بالنسبة للهدف الثالث لنادي برشلونة جاء قبل نادي مانشستر سيتي، كان في الدقيقة 78 من ديباي. أما بالنسبة لرياض محرز سجل الهدف الأخير أعزائي الكرام في هذه المباراة كما قلنا من ضربة جزاء تحصل عليها الفتى النرويجي وهو يعني إيرلينغ هالاند. مباراة أعزائي الكرام كانت حماسية، مباراة كانت يعني فيها طابع رسمي ومش أنها يعني مباراة ودية. كذلك أعزائي الكرام في بداية هذا الشوط الأول في هذه المباراة نادي مانشستر سيتي بدأ نوعا ما مسيطر عليه من طرف فريق نادي برشلونة الذي بدأ بقوة وبحدة كبيرة جدا وكان الأخطر من ناحية الهجمة المرتدة، كذلك أعزائي الكرام يعني كان الأخطر من ناحية التسديد نحو مرمى الخصم. برشلونة أكل في الشوط الأول يعني نادي مانشستر سيتي. أما بالنسبة للسيتي دفاعيا كان يعاني ووجد صعوبة في إخراج الكرة، إضافة إلى ذلك كانت عندهم العديد من المساحات والفراغات بطبيعة الحال في منطقة الجزاء الخاصة بفريق نادي مانشستر سيتي، حيث كانت هنالك أعزائي الكرام يعني ثغرات كثيرة كما تشاهدون في هذه اللقطة الظاهرة أمامكم، يعني شوارع بالنسبة لفريق نادي مانشستر سيتي فتحها دفاع هذا الفريق الأزرق السماوي من أجل أن يسهل اختراق نادي برشلونة دفاع نادي مانشستر سيتي بسهولة كما تشاهدون في هذه اللقطات الظاهرة أمامكم. لاعبي نادي برشلونة كانت عندهم حرية كبيرة يعني من أجل الدخول واختراق منطقة جزاء نادي مانشستر سيتي. بالنسبة للهدف الأول أعزائي الكرام الذي سجله جوليان ألفاريز جاء بخطأ من حارس مرمى نادي برشلونة عندما انزلقت الكرة من يديه، وأيضا أدخلها هذا اللاعب الأرجنتيني أعزائي الكرام مرمى فريق نادي برشلونة، وكان هذا هو الهدف الأول. أما بالنسبة لهدف التعادل هو أيضا كان بالنسبة خطأ لحارس مرمى نادي مانشستر سيتي الجديد، وهذه مباراته الأولى بطبيعة الحال، حيث لم يعني يغلق الزاوية بالشكل الصحيح والشكل المطلوب من أجل تأمين شباكه، ولكن أوباميانغ كان قناص في هذه المباراة واستطاع أن يسجل الهدف بسهولة بعد عدم تمركز جيد وتموقع جيد من اللاعب الجديد لنادي مانشستر سيتي في حراسة المرمى بطبيعة الحال.
ولكن نادي برشلونة كان منظم دفاعيا، منظم هجوميا، وكذلك حتى في خط الوسط. وأيضا كلا الفريقين حضر لهذه المباراة بشكل جدي، وكأنها كما قلنا مباراة رسمية وليست فقط مباراة ودية. بالنسبة لنجم الدول الجزائر رياض محرز، صراحة رياض محرز اليوم أعزائي الكرام كان يرفع الضغط إلى آخر يعني نقطة. صراحة رياض محرز اليوم في هذه المباراة كان يعي من الآخر أعزائي الكرام، ما تقدروش تقولوا لي بلي أنه كان لاعب ممتاز. هو نعم سجل، دار بعض اللقطات الإيجابية، ولكن معظم أوقات هذه المباراة كان نوعا ما سيء. كل ما يمسك الكرة يرجعها للوراء، كل ما يمسك الكرة يرجعها إلى الخلف لزملائه، ولا يعني يصعد إلى منطقة جزاء الخصم بمراوغاته المعتادة اللي تعودنا عليها. حتى بيب غوارديولا كان غاضب بشكل كبير جدا اليوم أعزائي الكرام في أحد اللقطات التي يعني رياض محرز كان تسبب في تسلل بطبيعه الحال. بيب غوارديولا كان غاضب بشكل كبير جدا من رياض محرز، ورياض محرز صراحه ما قدمش هذاك المستوى الكبير اللي كان يعودنا عليه، وانا كنت منتظر من رياض محرز في هذه المباراه اداء خرافي، ولكن لم نشهد هذا الاداء في هذه المباراه، بل انه رياض محرز كان ضعيف جدا. هو نعم الكنترول كان دائما حاضر، يعرف يكونترولي بالكره، ولكن يعني الصعود واختراق جزاء منطقه الخصم صراحه ما شفناه ولا شيء. حتى تسديداته كانت سيئه يعني في هذه المباراة، أو خلينا نقول يعني حوالي تسديدة أو تسديدتين، لأن رياض محرز لم يمسك الكرة كثيرا. كل ما كان يمسك الكرة كان يرجعها إلى الخلف، وكان بعيد كل البعد عن منطقة جزاء الخصم. في بعض المرات كنا نشوف رياض محرز معزول في أرضية ميدان الكامب نو أعزائي الكرام، لا نجد أي تمريرة من زملائه، ولو كان حتى كانوا يمرروا أعزائي الكرام ممكن أن رياض محرز راح يرجعها إلى الخلف. فكما قلت لكم رياض محرز اليوم لم يعجبني بالمرة، ولكن هو بلمسة قادر يقلب لك نتيجة المباراة. هذا هو رياض محرز، حتى مع المنتخب الوطني الجزائري يكون عياي ويكون أعزائي الكرام يعني مش في يومه، ولكن لمسة لمستين قادر يقلب لك نتيجة المباراة. وهذا بالضبط ما حدث أعزائي الكرام في هدف كول بالمر في هذه المباراة، الهدف الثاني لصالح نادي مانشستر سيتي، حيث رياض محرز أعزائي الكرام وضع الكرة وصعد بها إلى منطقة جزاء الخصم، وانتظر زملائه لكي يصعدوا إلى منطقة جزاء الخصم، ومررها إلى جواو كانسيلو، من جواو كانسيلو بأسيست إلى يعني كول بالمر من أجل أن يعدل النتيجة، هدفين مقابل هدفين بطبيعة الحال في تلك الدقيقة 25 من عمر المباراة. رياض محرز ما قدمش أسيست، ولكن صنع الهدف الثاني، والذي بطبيعة الحال به تم تعديل النتيجة. وفي نهاية المطاف رياض محرز قدر أعزائي الكرام يعني يسجل ضربة جزاء، وهنا نعرفوا باللي أنه في تواجد رياض محرز فوق أرضية الميدان إيرلينغ هالاند أعزائي الكرام لا يمكنه أيضا أنه يمسك الكرة مع رياض محرز، بل أنه رياض محرز عنده الأولوية في تنفيذ ضربات الجزاء، وفي غياب رياض محرز راح يأتي وراءه يعني إيرلينغ هالاند، وفي غياب هذين اللاعبين كلاهما راح يأتي دور كيفن دي بروين. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات، لانه مؤخرا سمعنا بيب غوارديولا كان يتكلم عن هذه النقطه، وبزاف ناس فهمتها غلط، حتى انا فهمتها غلط صراحه. وان كان يقول باللي انه بيب غوارديولا عندما يعني ايرلينغ هالاند يتحصل على ضربه جزاء بعرقله من مدافعي الخصم، يعني ايرلينغ هالاند لن يسمحها ولن يعطي الكره لزملائه، بل انه قادر يضرب زملائه من اجل تنفيذ ضربه الجزاء. ولكن في تواجد رياض محرز الذي كان السبب الاول في التحاقه بنادي مانشستر سيتي، رياض محرز كان هو منفذ ضربه الجزاء، ورياض محرز أكثر خبرة، ورياض محرز أيضا أكثر ثقة في نفسه يعني من أجل تنفيذ ضربات الجزاء، وسجل بطبيعة الحال في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من أجل أن يعني يختم هذه المباراة بتعادل إيجابي بين الطرفين في مباراة حماسية، مباراة جنونية صراحة، مباراة كانت جميلة جدا، وكأنها عفوا أعزائي الكرام كانت رسمية وليست مباراة ودية. والشيء الملفت للنظر بالنسبة لجانب الجماهير الجزائرية، وكنت صراحة متنبأ باللي انه رياض محرز راح يعمل هذا الشيء، شفنا حوار بين رياض محرز وكذلك تشافي هرنانديز، والناس اللي حابه تعرف واش دار بين هذين الرجلين، نقول لكم ازاي كرام حسب رايي الشخصي، قالوا علاش ما جبتلاش مونجاح لبرشلونه. لا زي كرام ما راناش عارفين لحد الان ماذا دار بين هذين الرجلين، ولكن كان بينهما يعني اطراف الحديث يعني بين رياض محرز وتشافي هرنانديز. وطبعا تشافي هرنانديز هو من بدا اطراف الحديث مع نجم الدول الجزائري رياض محرز. فالسؤال يطرح نفسه أعزائي الكرام، انتم كمناصرين يعني ومشجعين لهذا اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، واش متمنين انه ينتقل الى نادي برشلونه ام البقاء في نادي مانشستر سيتي احسن بكثير؟ هو نعم اليوم ما قدمش هذاك المستوى اللي كنا ننتظره، ولكن لمسه لمستين غير مجرى المباراه، ولكن في نهايه المطاف رياض محرز يبقى دائما تحت قياده بيب غوارديولا، عنده سياسه المداوره.
فانتوما ماذا تفضلون، الذهاب الى نادي برشلونه خاصه ان اوباميانغ والعديد من اللاعبين حتى ميمفيس ديباي معروضين للبيع في هذا الميركاتو، فممكن رياض محرز يعني مش يشريوه ولكن احتمال انه تكون اعاره او شيء من هذا القبيل؟ رياض محرز مرتاح في نادي يعني مانشستر سيتي، هذه حاجه باينه، ولكن ما رايكم اعزائي الكرام في الاعاره؟ خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، وايضا قولوا لنا انتم حسب رايكم الشخصي واش كان يدور بين تشافي هرنانديز ورياض محرز. وطبعا بين تشافي هرنانديز واللاعبين الجزائريين قصه، يعني مؤخرا هو كان من اهتمامات يعني بغداد بونجاح، سمعنا اخبار زي كرام باللي انه بغداد بونجاح سيذهب الى نادي برشلونه، ولكن باءت كل تلك المحاولات بالفشل. وكذلك حاليا رانا عارفين باللي انه يعني يوسف عطال مطلوب من اداره نادي برشلونه، خاصه بعد يعني طرح العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات هذا الميركاتو الصيفي من اجل بيعهم، من بينهم يعني المدافع الامريكي ديست. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات. كان هذا فيديو اليوم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام.